ربما كان هناك جزء مهم سيادة الرئيس اتكلم عليه والدنيا كلها وقفت يومها دقيقة حداد في لما طلعنا فوق في المنصة قبل الاصطفاف. نعم. نعم. مباشرة. نعم. تقدير للشهداء. صحيح. تقدير لأرواح الشهداء. صحيح. على مر تاريخ. صحيح. سيناء وعلى مر تاريخ. صحيح. مصر. قل لي لأنه ليك دور محدش أبدا يقدر ينساه طول الوقت من الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. صحيح. صحيح. حتى اليوم ومواجهة الإرهاب. صحيح. كلمنا على المجاهدين. تمام. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز أقول لسيادتك إيه؟ اتفضل. المجاهدين سماها جمال عبد الناصر رحمة الله عليه منظمة سيناء العربية. بعد نكسة 5 يونيو 67 وانتقلت الدولة إلى الضفة الغربية لقناة السويس، لم يتواجد في سيناء إلا أبناء سيناء وبعض عناصر من رجال القوات المسلحة، من رجال المخابرات الحربية. فعملوا خلايا عدة في سيناء، فخلوا سيناء بالخلال التدريب بالقوات المسلحة سيناء كتاب مفتوح للقيادة السياسية. نعم. بالتنظيم بالتنشيق. نعم. الدولة كرمتهم بتكريم معنوي بعطاهم نقطة امتياز من الطبقة الأولى سواء من حسني مبارك أو من السادات أو من جمال عبد الناصر. نعم. عددهم كام؟ عددهم 757 بطل. معظمهم استشهدوا، يعني انتقل الرفيق الأعلى. أولادهم وأحفادهم وقاربهم انخرطوا لما سيناء اتخطفت في السنة السوداء، ولما بدأت حقيقة الدولة تتجه لتطهير سيناء من قوى الشر أبنائهم انخرطوا فيه رغم القتل فيهم. ومش عايز أخصص قبيلة واحدة، كل القبائل في سيناء اشتركت في مقاومة الإرهاب مع قوات مسلحة سواء مع هيئة الاستخبارات العسكرية. نعم. أو مع الشرطية، كلهم قاموا دور كبير واستشهدوا كل القبائل. كل القبائل كل سيناء. كل القبائل. كويس. وبننتظر الدولة حقيقة ترفع من روح معنوية أسر الناس الشهداء. نعم. اللي توفوا. نعم. في رحمة الله، وكل وزارة تشوفها تعينهم حد تعينهم حد من أسرهم. نعم. يتعين استشهد عدد كبير جدا من سيناء. وحقيقة يمكن الحادث الأليم اللي آلم الناس كتير جدا وعرف الناس التكفيريين دول انهم ماشيهم خطأ تفجير مسجد الروضة. الروضة الروضة قتلوا المسنين والاطفال والشباب في وسط المسجد وهم بيأدوا صلاة الجمعة. نعم. اي دين واي منطق. نعم. عتبنا الشيخ الازهر محمد الطيب اللي بقدره وبعزه. نعم. قلنا له يا شيخ يا عطية يا شيخ فضيلة الامام، فضيلة الامام نرجوك انتم مقصدين في سيناء لابد ان الازهر يغطي كل مساجد سيناء حتى لا يعلو حتى لا يعلو المنابر اصحاب الجلاليب القصيره وعم بيتكلم لازم الازهر من خلال فهم الناس بالدين الوسطي وبالذات حقيقه طلبنا بهذا عده مرات على ان الازهر يجوب المناطق ويجوب وطن سيناء ويجوب المعاريش. نعم. ويجوب المحافظات كلها يبقى جامعه بحيث تكون جامعه الازهر تعمل جامعه في الازهر عشان يفهموا الناس فرع جامعه الازهر فرع. من يجيبها من الابتدائي وانت طالع. الناس حقيقه محتاجه جدا متعطشه. بعد اذنك. نعم. زي ما انت بتحارب الارهاب بالتنميه ما انت تحارب بالفكر بالفكره بالظبط. ايوه. لان التنميه اول حاجه بتبعده عن العوز. دور كبير جدا. ثاني حاجه الفكر بيبعدوا عن انه يعمل اي خطا او يمشي في اي سكه ثانيه، ففعلا احنا فعلا حته الازهر هذا انا كنت مهمه جدا محتاجينها من ابتدائي للجامعه وعلى استعداد ان احنا نساهم في الموضوع ده. احنا كرجال اعمال احنا ممكن نساهم بارض او بمساعده بناء. وزير الاوقاف يا حمدان اتفضل. يعني رغم انه الراجل محترم وراجل شغال نشط ولسانه طيب وكلام محمد مختار جمعه. نعم. محتار جدا. نعم. لكن ركب عددات كهرباء في المساجد. في المساجد تحاول تلم دراهم للكهرباء ولا تلم دراهم لمين؟ يعني وزاره الاوقاف حقيقه يعني موجوده خيرها كثير ولها ارض اوقاف كثيره، يعني بدل ما ركبوا عددات للناس في المساجد. نعم. وطفي تعليق الكهرباء وتعرف تنور واحنا داخلين على رمضان، يعني المفروض حتى في شهر رمضان وفي مناسب يخفف هذا على الناس. نعم. نرجع تاني عايز ايه اللي مطلوب منه؟ مطلوب ان يراجع موضوع عددات المدفوع. هذا يراعوه للناس. لان حقيقه أنا بامانه عامل مشاكل كثيره للناس. هو بيدفعوا حقيقه 50 جنيه تقريبا في الشهر. بس ربما الناس بتشغل مراوح داخل عصيف وداخل رمضان. نعم. المفروض الكلام ده يعني يعفي الناس منه. طيب. ووزير الكهرباء حقيقه مش هيقصر. نعم. طيب روح للشيخ ابراهيم كمان. لو بنتكلم من شويه في بعض الطلبات او بعض اللي احنا عايزين صوت اهالينا في سيناء يوصل. طبعا من ضمن الطلبات حضرتك انه في فتره من 67 لغايه 73 في هناك ناس كتيره اتولدت وكانت الدوله المصريه غايبه.
كان لا في جيش ولا في شرطة ولا حد في فترة الاحتلال. فالناس دلوقتي لما حتى بيروحوا يقدموا على تملك أرض أو أي حاجة يقول لك اثبت جنسيتك، اثبات الجنسية. إذا كان سنة 68 إسرائيل عملت مؤتمر في الحسنة وطلبت من المشايخ تدويل سيناء، رفضوا في ظل غياب الدولة المصرية. إزاي أقول أنا لا 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 أحفادهم دلوقتي اثبت جنسيتك إنك مصري؟ ده اللي بتولد في أمريكا بتولد